شتم السجانون كل شيء، الأمهات والزوجات وكل المقدسات. لم يكن لديهم أي رادع أو محرم. وفي النهار كان السجانون يعذبون ضحاياهم في الممر أمام الزنازين. صوت الضرب كان قريباً جداً إلينا، بينما يصرخ الضحايا كأنهم بيننا. طلبوا من كثير من ضحاياهم المشي على أيديهم وركبهم وتقليد صوت الحمار أو الكلب وهم يضربونهم. أحد السجانين يقول: ارفع صوتك، انبحك الكلب وامشي مثله، أنت كلب لا أكثر. الضحية يعوي ثم يتوسل إليهم، يقول: لم أفعل شيئا. السجان: هذه الحرية التي تريدون، سنعلمكم معنى الحرية يا أولاد الشرموطة. الضحية: أقسم بالله أني لم أتظاهر، أنا رجل أحب عملي وقد تزوجت منذ أقل من شهر. السجان: إذا أنت عريس جديد، تحدث لنا عن زوجتك، هل هي جميلة؟ كيف تضاجعها؟ السجان: حسنا، سنتوقف عن ضربك بشرط أن تقلد صوت زوجتك وهي تقذف عند وصولها إلى الرعشة وأنت تضاجعها. حاول الضحية التوسل إليهم ليتركوه، ازدادت حدة بكائه وبدأ بالنحيب مع اشتداد ضرب السجانين له وإهانته، حتى أخيراً بدأ بتقليد صوت زوجته، تأوه قليلاً محاولاً ثم صمت. تعالت ضحكات السجانين وقال أحدهم: أتقلد صوت زوجتك يا قليل الشرف؟ وانهالوا عليه ضرباً من جديد. This is one of the main reasons for extremism in Syria. Just imagine this guy, and he was forced to howl like a dog and to imitate his wife, and he went out, he found his brother is killed, his house is destroyed, and he doesn't think non-violently. What would he do? Just put yourself in his shoes and try to think what he will do. He will take his revenge depending on the set of his mind, on what he think he can get his revenge or justice. I think this is one of the reasons why justice is very important for Syrians. Because if you leave Syrians with no justice, they will try to have their justice by their own hands. And that will be disaster.